وللمزيد حول الحركة عبر معبر رفح وأيضا توافد طائرات مساعدات الإغاثة الدولية عبر مطار العريش الدولي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من أمام معبر رفح. كريم، بعد التحية ضعني في الصورة لديك اليوم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. اليوم هو يوم ربما مختلف قليلا عن الأيام الماضية فيما يتعلق بإدخال الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين. اليوم هو اليوم الأول الذي تحركت فيه عدد كبير من الشاحنات منذ وقف الهدنة، حيث دخل اليوم فقط 180 شاحنة من الجانب المصري، هذه 180 شاحنة بجانب 15 شاحنة محملين بمستشفى ميداني من الإمارات سيتم نصبه داخل قطاع غزة. 180 شاحنة دخلوا بالفعل منذ صباح اليوم عبر هذه البوابة، بوابة معبر رفح المصرية، وتم تقسيمهم إلى 100 شاحنة عبر يتم تفتيشها من قوات الاحتلال عبر معبر العوجة أو نتسانيا، و80 الآخرين عبر معبر كرم أبو سالم الذي يبعد عن بوابة معبر رفح المصرية من 4 إلى 5 كيلومترات تقريبا، ويعودون مرة أخرى ليدخلوا عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية. ضمن 180 شاحنة دخل إلى الأراضي الفلسطينية 50 شاحنة بالفعل محملين بعدد كبير من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية من الناحية الأخرى، بجانب دخول عدد سيارات الإسعاف وأيضا دخول السيارات الخاصة بالمستشفى الميداني. نتحدث أيضا عن الجزء الخاص باصطفاف الشاحنات أمام بوابة معبر رفح المصري والعريش، فهناك عشرات الشاحنات مصطفة بالفعل في انتظار الوقت المحدد لها للدخول إلى الجانب الآخر. أما إذا تحدثنا عن مطار العريش الدولي فما زال يستقبل بالفعل الطائرات، وكما ذكرتم فوصلت اليوم الطائرة السعودية ضمن الجسر الجوي الذي أقامته السعودية بينها وبين مطار العريش الدولي، وبذلك وصل عدد الطائرات الذي وصل إلى مطار العريش الدولي حتى الآن إلى أكثر من 290، ربما أكثر من 292 طائرة بالفعل. أما إذا خضنا في حديث الخاص بالإصابات، فخرج اليوم أو إلى سيارات الإسعاف التي دائما ما كانت تتوقف أمام بوابة معبر رفح المصري تذهب إلى البوابة الفاصلة بين مصر وفلسطين أو قطاع غزة وتستقبل المصابين، فاستقبلت بالفعل 17 مصابة من الأشقاء ولكنهم لم يدخلون بعد إلى الأراضي المصرية. وبينما نحن هنا منذ صباح اليوم أمام البوابة أيضا رصدنا خروج عدد كبير من مزدوجي الجنسية وممثلين السفارات من الدول المختلفة الذين تواجدوا هنا ليستقبلوا مزدوجي الجنسية أو سفرائهم ليتم نقلهم إلى بلادهم بعد ذلك عن طريق الأراضي المصرية. هذا بالطبع بعد اتفاق لزيادة عدد المساعدات المختلفة بضغوطات ومجهودات دبلوماسية مصرية وبجانبها بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر لإدخال عدد أكبر من المساعدات عن طريق معبر كرم أبو سالم الذي أصلا في الأساس هو معبر لدخول الشاحنات، وكان من قبل يدخل من خلاله 500 شاحنة يوميا لتكفي يعني القطاع هناك للأشقاء في فلسطين، ولكن ربما بعد دخول كل هذه يعني الشاحنات إلا أن كل هذا لا يعد إلا 10% فقط من الاحتياجات الحقيقية للأشقاء في فلسطين. نعم، أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس من أمام معبر رفح.